نشوف مشاركتكم ان شاء الله النهارده في سيكست في معرض اي في اوتو شو، وتقدم للناس ايه النهارده في والعربيات اللي انتوا عارضينها ان شاء الله في المعرض. نحن من اكبر الشركات اللي عندها سيارات كهربائيه في المملكه، عندنا فوق ال 200 سياره، وهذا بحوالي بيشمل 18 ديفرنت براند، من لوسيد لريفيان للاف 150. نحن حابين نقدم خدمه متكامله لعملائنا اللي بتعاملوا معنا، يكون عندهم اختيارات في هذا النوع الجديد من السيارات. وموجودين سيارات حاليا في المدن الرئيسيه الشرقيه، الرياض، عندنا في اليوم، عندنا في شركه البحر الاحمر، نتعامل معهم نعطيهم السيارات هذه بي تو بي، بي تو سي، بي تو جي. لو الناس عايزه تتواصل معاكم عشان تشوف الخدمات اللي انتم بتقدموها، تتواصل معاكم ازاي؟ طبعا هم بيزوروا الويب سايت تبعنا في سيكست وبيشوفوا السيارات المتوفره للايجار، او ممكن يتواصلوا عن الكول سنتر تبعنا والكاستمر سيرفيس بيرد عليهم. الناس طبعا بتسال هل ايجار السيارات الكهربائيه بيكون اغلى من السيارات العاديه؟ طبيعي حاليا، لانه هذه السيارات بتيجي وعليها ضريبه كثير عاليه، فبتيجي غالي. هذه تعتبر اهم سياره، بريفيان فور اكزامبل، اهم سياره اس يو في او بيك اب في العالم حاليا، وهي فولي كهرباء. لما تيجي تقارنها مع كل السيارات العادية بتلاقيها من أفضل السيارات كبرفورمنس، سرعة، أداء، حتى الرينج تبعها 400. الرينج بتاعها كام تقريبا؟ فوق ال 400 كيلو. 400 كيلو. فالسيارات الكهربية احنا مهتمين فيها لأنها بتعطي أسلوب جديد من الدرايفنج اكسبيرينس. اوكي. وبنبسطوا عليها كثير، عم نحاول نقدم هذه الخدمة للعملاء اللي حابين يجربوا السيارات الكهربائيه. بصراحه الخدمه دي ممتازه جدا، وانا يعني من هنا بدعو كل الشباب، حتى الناس اللي مش قادره تروح تجرب السيارات الكهربائيه او يشتري مره واحده كده، يقدر يتواصل مع سيكست بحيث يقدر ياجر سياره كهرباء، والخدمه موجوده تقريبا في معظم المناطق بتاعه المملكه. من خلال تاجير السياره انت هتبدا تتعرف اكتر على الاوبشنز اللي موجوده في السياره، وبتشحن كام، و هتحل كل المشاكل تقريبا اللي هي المخاوف عند الناس العاديين اللي لسه ما اشتغلوش سيارات كهربائيه. لا والله الشحن هيخلص، لا والله في مشاكل في الشاحن، هيحصل مشاكل. فانا برضو عايز حضرتك توجه رساله للناس تطمنهم ان اولا الاسعار مش غاليه قوي، ثانيا التجربه هتبقى ان شاء الله يعني مفيده جدا بالنسبه للناس، ان هو ياجر ويجرب السيارات الكهربائيه والبراندات العاليه اللي هم جايبينها في سيكست. فادلنا رساله كده طمن الناس من ناحيه الكوست، وثانيا من ناحيه ان هو هيستفيد قد ايه لو هو بدا يتعامل مع السيارات الكهربائيه بالفعل، ويشوف مزايا السيارات الكهربائيه. المعلومه الاساسيه اللي لازم الناس تعرفها انه هذه السيارات بشكل عام، تسلا، ريفيان او اي سياره كهرباء، بيجي معاها شاحن كهرباء توصله في الشاحن تبع البيت، فهذا زي ما كانه الشاحن تبع التليفون السمارت فون، تشحنه وثمان ساعات كافيه انه يعطيك حوالي 70 80% شحن، يخلي انه احتياجات بيتك اليوميه يغطيها. فانت ما محتاج مثلا تشرج برا البيت، يعني وجود الشاحن هناك كافي، نحن بنوفر الشاحن معه. في ناس بتبقى خايفه كتير جدا من اداء السيارات الكهربائيه وكتر الشحن، فطبعا بالبلدي كده اكتر ناس حاسه بمشاكل السيارات الكهربائيه ممكن الناس اللي بتاجر السيارات. فايه المزايا اللي انتوا بداتوا تشوفوها في التاجير في السيارات الكهربائيه مش موجوده في السيارات العاديه؟ يعني الناس خايفه، بالعكس احنا بنطمنهم وبنقول لهم ده في ميزه، وشركات التاجير هي اكتر ناس شغاله على السيارات دي بالفعل، ومن الاخر مطحونه حرفيا. تمام. والسيارات دي بالرغم ان هي مطحونه والشواحن ليل نهار شغاله، والسياره ممكن ياجرها كذا عميل، بس اداء السياره كصفه عامه كمينتنس كصيانه، الصيانه بتاعتها تقريبا قليله جدا. تمام. فعايزين نطمن الناس من ناحيه الاستخدام للسيارات الكهربائيه، وان هو يبقى مطمن مش خايف ان السياره دي مع الاستعمال، طب قطع الغيار، طب مشاكل الطريق معايا. فحضرتك توجه لهم رساله تطمنهم بيها
من اكتر حد تقريبا اشتغل بالسيارات الكهربائيه طحنها حرفيا وعارف مشاكلها. فتدلنا رايك ال 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 الفعلي، مش راي البيع يعني، راي فعلا الناس تستفيد بيه، وده اللي تعودناه منكم. ان شاء الله يعني يبقى خلاصه خبرات. اعتقد ان انتم موجودين من فتره كبيره هنا في السعوديه واجرتوا سيارات موديلات كتيره جدا، فادلنا نصيحه للناس تطمن الناس بيهم من المعرض النهارده عن اداء السيارات الكهربائيه والشحن، ونصايحك ليهم ايه في اخر اللقاء؟ بالنسبة لهذه السيارات بشكل عام، أنا كنت محظوظ جدا بشتغل مع جماعة سيكست، لأنه عندنا أكثر من 18 براند، والحمد لله طلعت على 18 براند هذول، فوسقت السيارات هذه. حلو في السيارات الكهربائية، رقم واحد المينتنس تبعها مرة قليل، فهذا يحميك أنت كمستخدم من المشاكل والأعطال لما تستأجر سيارة. الشيء الثاني، التكنولوجيا فيها قوية جدا، فبتلاقي انه اي مشكله في السياره هذه، حتى لو انه هم ما خبروك شركات التاجير، حتى السياره حتقول لك اذا فيها مشاكل ولا لا. بالضبط، تلاقي انه مشاكل قليله جدا واكسبيرينس عالي جدا. يعني انا بقول لك اغلب الناس اللي بتسوق سيارات كهربائيه بتلاقيها بتبطل تحب السوق السيارات العاديه بسبب التكنولوجيا وسهوله الاداء والراحه اللي بتسوقها اللي بتلاقيها الناس من سواقه السيارات هذه. اوكي، يعني حضرتك تنصح بالسيارات يعني اقدر اشتري، وبتطمن الناس بالفعل ان مفيش مشاكل في السيارات الكهربائيه او في المسافات الطويله، او المعامله مع السياره بتكون سهله اكتر من السيارات العاديه. هو بس مجرد ان الناس تجرب، وبعدين ان شاء الله يعني هيبقوا مدمنين سيارات كهربائيه، مش هيستحمل ان هو يركب اي سياره عاديه. صحيح. شكرا باشمهندس، والف شكر للقاء. السلام عليكم. شكرا.